متابعي ومحبي قناة البهجري العقار، السلام عليكم. سعيد باللقاء ديالكم في هذا العقار الجديد وهذا العدد الجديد. تحية طيبة لكل الناس والزبناء اللي كيتابعونا سواء داخل أو خارج أرض الوطن. كندعوكم جميعا إلى تكرمتوا تضغطوا معنا على زر الإعجاب لهذا الفيديو، كذلك إلا كنتوا مشتركينش حاولوا تشتركوا معنا، لربما من بين هذه العقارات اللي كنعرضوا عليكم في هذه القناة تلقاو معنا العقار اللي كيناسبكم، كيناسب الميزانية ديالكم، كيناسب الاستثمار ديالكم والتصورات ديالكم. العقار أو المنزل موضوع اليوم كما كتشوفوا معنا هو منزل تجاري 100% متكون من ريتشوسي اللي فيه الكراجات تبارك الله، جوج كراجات جوج بيبان، من ثلاث طوابق، كل طابق فيه شقة شاسعة تبارك الله. المساحة ديال الأرضية هي 140 متر كاري، هاد 140 عطات ثلاثة الغرف الشاسعة، صالون سيجور ومطبخ في كل طابق وفي كل شقة. وهاد الشقق بطبيعة الحال راها متماثلة، بحال الشقة اللي كاينة في الطابق الأول، بحال اللي كاينة في الثاني، بحال اللي كاينة في الطابق الثالث. متواجد هاد المنزل هذا في واحد المنطقة استراتيجية في السكنية، في واحد الحزام ديال السكنية، ومطل على واحد الشارع اللي هو رئيسي، شارع تبارك الله مروج. أي أكتيفيتي اللي غدير في الكراجات غتمشى، من المواد الغذائية، هري ديال المواد الغذائية، سواء كراجات ديال ستوك، سواء نجارة، سواء جزار، سواء أي أكتيفيتي اللي ممكن تمشى في هاد المنطقة. وكذلك ممكن الواحد يستثمر حتى في الشقق، سواء في الكراء، يسكن في وحدة مثلا أو يكري الشقق الأخرى. هاد المنزل اللي كتشوفوا معنا، منزل تبارك الله الرائع والشاسع، راه معروض للبيع بواحد الثمن اللي هو جد مناسب. الثمن ديالو ما كيتعداش 265 مليون، قابلة للتفاوض بطبيعة الحال في حدود المعقول. إذا كنتم إذا مهتمين مالكم إلا تواصلوا معنا، راه الأرقام بادية على الشاشة، حنا راه الإشارة باش تقوموا بالزيارة الميدانية لهاد المنزل. وراه عندنا منازل أخرى كذلك مماثلة في أحياء المتناثرة في هذه المنطقة ديال السكنية، خصوصا المنطقة ديال الإرشاد. تواصلوا معنا إذن، حنا راه الإشارة طيلة أيام الأسبوع، سواء الاستفسار وكذلك باش تزوروا معنا هاد العقارات اللي كنعرضوا معكم في هذه القناة. شكرا للتشجيعات ديالكم، شكرا لكاع الناس اللي وضعوا الثقة فينا، وإلى العقار والعدد القادم بحول الله. شكرا والسلام عليكم.